فمن الارتفاعات الشهيقة للجبال تبدو القرى الجبلية بروعتها وهي تتدلى في الأسفل، حياة ضاربة في القدم تعود سكانها على الصبر والجلد. بالعزم والإبداع أقام السكان هنا لأنفسهم حياة خاصة في أكناف الجبال، وتأقلموا مع هذه البيئة القاسية. لا تنسى الاشتراك على قناة أبو ماجد الأنعمي الحالي. ملامح الوجوه الجبلية المعبرة المشحونة بالحياة تتحدث عن الخبرات الإنسانية المتوارثة في